العناء على المواطن الحمد لله، ومفتوح المجال في كل وقت وفاضي، يعني المكان متاح في أي وقت، يجي الواحد مواطن يدير إجراءات سيارته بدون أي شقاء وبدون أي تعب. في نفس الوقت الحقيقة نأخذه في الكتيب والطرقات، وإن شاء الله ديما طيبين، ونتمنى لكم التوفيق. كل وزارة الداخلية عليه مستوى تركيباتها وفروعها خفت والله خفت بصدق، يعني بصدق خفت. أنا بروحي عندي مشغول بعمل في الصبح، وجيت في العشية ما شاء الله فاتحين نهاية إجراءاتي وفي ارتياح وما فيه أي تعطيل. ديما 5:30 من غادي خذنا الموجب بتاع الفحص، بعد فحصنا وبعد دفعنا تأمين، بعدنا دفعنا الكتيب والطرقات وانفيديا، يعني كل ما خدش 1:30 ما شاء الله تبارك الله. انا ما زال وضوء علي من صلاه العصر، جاي من غادي متوضي العصر، بصلي العصر وخلاص ما شاء الله. علم الله في العشيه خفوا علينا وخفوا ارواحهم، لا في دعيك ولا في شيء، وتو ما شاء الله خدت اللوحات في دهن. بارك الله فيكم. بناء على تعليمات السيد مدير امن بن غازي اللواء احمد الشامخ، استطلاع الراي فيما يتعلق بإمكانية فتح المجال للتسجيل وتسهيل مهام ضبط قيودات المركبات الآلية للمواطنين يقطنون مدينة بن غازي، فكانت الاستجابة على الفور في مدة أقصاها شهر قابلة للتمديد في حال إذا كان لاحظنا إقبال جيد من المواطن الكريم، وإن هذه السويعات اللي من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء نالت استحسان هذا المواطن، وكانت وفق مقتضيات الحاجة الخاصة به هو، وعنده مجال محقق انه ينتقل بالمركبة الآلية يضبط قيوداتها ويستمتع بالحصول على كتيب مركبة ولوحة معدنية. فبدينا بمشيئة الله يوم 13/8 فتح المجال الإضافي لمنتسبي قسم المرور التابعين لمعاونية شؤون التراخيص تحديدا، لضبط كافة قيودات المركبات الآلية اللي تدخل للتسجيل بشكل مباشر. والإحصائية كانت جيدة خلال هذه المدة، كانت تتناسب وضبط قيودات الفترة الصباحية. الآن نحن في رضا تام، طالما المواطن استحسن هذه الخدمة نحن قاعدين على راحته. قسم المرور وأنا مديرية أمن بن غازي حال غايتها إرضاء المواطن الكريم داخل مدينة بن غازي، ومنبوش ندخلوا على كاهلة أن يغادر ساعات دوامه الرسمي في الصباح أو ينشغل علي اقتناء واجباته اتجاه الأسرة أولاده، ما في حكمها طبعا أنه يريح منه وقت مهم في الفترة الصباحية. استجبنا لتعليمات السيد مدير وفتحنا المجال في الفترة المسائية، وكانت الأمور مرضية إلى حد ما حتى هذا التاريخ. يعني افتتح قسم المرور منطقة بوتزيرة في 1/7/2021، حتى هذا التاريخ وصلنا نحن بصرف 84200 كتيب مركبة ولوحة معدنية، معناه نحن غطينا قريب فوق الثلث من 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 مستحقات المدينة فيما يتعلق بالمركبات الآلية اللي تسير على الطرقات العامة بدون لوحة. يعني نحن سيطرنا بنسبة كبيرة تضاهي 80%. نحن لاحظنا استجابة جيدة من المواطن الكريم داخل مدينة بن غازي واستحسان لتقديم هذه الخدمات. طيب نحن نلاحظ أن في انتعاشة غير مسبوقة بالنسبة لمدينة بن غازي فيما يتعلق بتحسين الطرق وملائمتها وفق الاشتراطات السلامة المرورية. الآن فيه تحديث لبعض الطرق، الآن فيه جسور يتم إنشائها داخل مدينة بن غازي، وهناك أخرى جسور مشاة حيتم إعداد خطة كاملة توزيع الحسم داخل مدينة بن غازي حتى تتلائم لكبار السن وصغار السن للانتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء.
هذه البوتقة أو هذه الأيقونة من النشاط داخل مدينة بنغازي جعل مهمة مديرية أمن بنغازي ثقيلة، لأنها ملزمة إلزام كامل بجميع مكوناتها أن تكون على راحة المواطن الكريم، سواء في تخفيف عبء المشقة نهارا أو تأمين أرواحهم وممتلكاتهم ليلا، واستقبالنا لفصل دراسي جديد لعام 2023-24. نحن ضروري أن نلتمس، والمواطن الكريم الواقع نطلب من السيد ولي الأمر أن يطلع في ساعات جيدة تناسب وتلائم الوصول بكل سلاسة وبكل أمان للمدرسة. نتمنى من المواطن أن يراعي كذلك الأمر اختيار المسارات الآمنة والبديلة لأي اختناق داخل المدينة. اللي نتمناه من المواطن أن ما يلومش باللائمة ويحط كافة العيوب على رجل الأمن. رجل الأمن مسخر لراحته، هو مسخر لتقديم أفضل المهام والواجبات الموكلة إليه، ولكن طبعا الإمكانيات ولا إمكانيات المتاحة لدى رجل الأمن محدودة جدا في هذه الفترة. نتمنى في المستقبل أن تكون أفضل بكثير مما التمسها المواطن خلال مشاهدته اليومية. نحن الآن نراعي تماما الرعاية أن تكون مدينة بنغازي مزدهرة بالإشارات الضوئية. أعتقد أن البلدية تشرع الآن على دراسة واسعة بإعداد إشارات ضوئية مثالية جيدة ذات مواصفات عالية تخدم هذه المدينة من حيث المراقبة وكاميرات السرعة. كل هذه الأشياء قاعدة على طاولة المناقشة، وكل مسؤول داخل مدينة بنغازي أعتقد على عاتقه مهام ثقيلة عليه أن ينجزن على أكمل وجه. ما يخص قسم المرور هو نفس الوتيرة السابقة، أعضاء هذه الحركة اللي هي تراقب في حركات السير موجودين على الطرقات العامة، حيكون من الصباح ساعات الصباح الأولى من الساعة 8:30-8 في الصبح لعند الساعة 11 ليلا. هذا كله من أجل تسهيل مهام المواطن والانتقال من منطقة إلى أخرى بكل يسر وسهولة. كل الشكر لقناة البصار اللي كانت ضيف في أروقة قسم المرور ترخيص بنغازي تبع مديرية أمن بنغازي، وأعتقد أنها العدسة شاهدت ما شاهدت من إقبال حسن للمواطن الكريم خلال الفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 8 ليلة. اللي نتمناه من المواطن مراعاة رجل الأمن أينما كان وأينما وجد، وأعطاه الأولوية في أن يقوم بواجبه على أكمل وجه.